مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم. والرسالة العامة مختصر قراءتكم الطاقة قاعدتين اليوم إن أنت ما تقدر تختار بدل شريكك، لأن شريكك يرفض الاختيار. شريكك يرفض إن يحط حدود بينه لعلاقتكم وبين هني الطرف الثالث. أوكي، مصر إنه يرضي جميع الأطراف، مصر إنه يعيش في حالة مساومة، ولكن وضعك اللي قاعدة أحسه الوضع ما يتحمل مساومة، ما يتحمل إني أرضي شريكي وفي نفس الوقت أرضي الطرف الثالث اللي ممكن هو يكون أحد من الأصدقاء، من الأهل، والد، والدة، أخ، أخت، حتى صديق، صديقة، أي أحد يكون هني موجود في محيطكم. إذا بتلاحظ عندنا غير عن طاقة التارو عندنا 3 كرتات، كل كرت حق كل طرف من الطاقة الحيوانية. لاحظ عندنا هني شريكك طلع عنده حيوان أسطوري، سي سيربنت، أوكي، أفعى البحر، هذا الحيوان الأسطوري الكبير مو موجود على أرض الواقع ولكن موجود في الفلك فلكور. عندنا هني شريكك، سوري، الطرف الثالث عنده الأفعى، مقاربة جدا لصورة السي سيربنت، الأفعى، حتى طريقة الانغلاق، طريقة، يأتون من نفس الأسرة، يأتون من نفس البيئة، شريكك وهذا الشخص من نفس البيئة، من نفس البيت، من نفس الأسرة، وجهين لعملة واحدة، على نفس، متفقين على نفس الأسس. أوكي، صعب جدا أن تخلق بينهم اختلاف، وايد متفقين هذين الشخصين. الطاقة العامة هي لكرتك أو لقراءتك victim consciousness، عقلية الضحية، عقلية، خصوصا هني طلع عندك كذا كرت في 5، فهذا طاقة الافتقار، طاقة اللي ما عندي ساعدني، هذه طاقة الطرف الثالث، ما عندي ساعدني، أنا ضعيف، أنا أحتاج اهتمام، أنا أحتاج تحل مشاكلي، أنا أحتاج تساعدني ماديا، أحتاجك تكون موجود في حياتي. طاقة الحاجة هي اللي قاعدة تجر شريكك، هي اللي قاعدة تحفز شريكك إنه يكون دائما هو الحامي والمحامي عن الطرف الثالث. من ناحية طاقة الحيوان، شريكك أقوى من الطرف الثالث، يقدر يصنع القرار، يقدر إن الموضوع يحله، يقدر إنه يطلعكم من الخلاف، ولكن عنده قناعة. ليش؟ لأن عندكم هني شخص وإن كانت طاقته صغيرة، بيج، وإن كان، شو أقول لك، هاي نوعية من الأشخاص اللي إحنا نشوفهم من بعيد، لو كان جسديا بيكون مثلا حجمه صغير، صوته ناعم أو صوتها ناعم، حتى نشوفهم من بعيد نقول هذولين أطفال ما يمثلون تهديد، ولكن فعلا هم ماسترز، مبدعين في طاقة التخفي والتلاعب عن طريق أن يسوون نفسهم هم ما يمثلون تهديد، هني يتلاعبون عن طريق يسوون نفسهم انهم محتاجين وطايحين في ورطة، هني يتلاعبون. الصوت مالهم خفيف، الصوت، الادعاء، صوت الحاجة، هني قاعد يجيني صوت الحاجة اللي يستعملونه يخلي هني شريكك، خصوصا لو كان عندنا طاقة الأبراج الهوائية وطاقة برج الحمل جدا واضحة. عندنا طاقة أبراج نارية، أسد، حمل، قوس. عندنا الأبراج الهوائية، جوزاء، دلو، ميزان. أنا أستبعد الأبراج الهوائية أن بالعادة هم قادرين يحكمون عقلهم وعواطفهم بعيدة عنهم. لما نتعامل مع الأبراج النارية هم اللي عندهم صعوبة أن يقاومون لما أحد يطلب منهم المساعدة، هذه طبيعة الأبراج النارية، طبيعة الأفعال المساعدة، أن نحن نهب إلى المساعدة، الشجاعة. عندنا الأسد، كرت القوة. أوكي، هذا اللي لازم تفهمه. راح أنتقل الحين إلى جانبك أنت من القصة. عندك الأخطبوط، الأخطبوط هني كأنما أحس طاقة الأعمى، الأعمى، يمكن على كثر الإبداع اللي عندك، نشوف هني رأس الأخطبوط مليء بالألوان، على كثر الإبداع اللي عندك والحيل اللي راح تبتكرها وتجربها والأدوية من أجل أن تتخلص من هذا الشخص. هذا الشخص ما ينفع يكون موجود حتى لو بشكل سطحي في حياتكم، أنت عارف هالشيء، أنت عارف. أحس هني برج العقرب قاعد بينه وبين نفسه ويقول هذا الشخص يجب التخلص منه، حتى لو كان موجود بشكل خفيف ما يصلح، أنصاف الحلول ما تصلح. ولكن كثرة أيدي الأخطبوط تعني لي، مع أنك يا برج العقرب ماستر أو
الفكس ساين للأبراج المائية جدا ذكي، أذكاهم وأكثرهم قدرة على حل المشاكل. ولكن سبحان الله، هاي المشكلة اللي لحد الآن ما طلع لها حل. هاي المشكلة، هذا الشيء، هذا الشخص اللي على مر الزمان أنا أشوف هني تاريخ طويل حاولت أتخلص منه، ولكن دائما يوجد طريقة جديدة يدخل فيها حياة الشريك. شوف، ذكي جدا وخبيث، وإن كان يمثل أنه هو ضعيف وقليل الحيلة، يدخل حياتك. هو غرضه مو دخول حياة الشريك، حتى غرضه أنه يأثر عليك سلبا، عندك إنما طاقة العداء، أو يبي ينتقم منك، يبي يأثر عليك، يقدر يتمكن منك عن طريق أنه يتمكن من شريكك. يعرف أن هذا الشيء يستفزك، يعرف أن هذا الشيء يأثر عليك، ولكن ما عنده نية للتنازل. أوكي، جربت وراح تظل تجرب أكثر من طريقة. عندك 5 الخماسيات، 3 الأكواب، ملك الأغصان أو ملك النار، مرة ثانية هذه طاقة الأبراج النارية اللي قاعد أشوفها هنا برج العقرب، إن هذا شخص أنت في السابق كنت تعتبره صديق، في السابق كنت تسمح له إنه يكون موجود حولك وحول الشريك. دائما في التارو تاخذون القراءة وتغيرونها باللي يناسب وضعكم مع الشريك. بعضكم لحد الآن ما مروا بهالمرحلة، بعضكم الحين قاعدين يمرون فيها، بعضكم في المستقبل راح يمر فيها. صيروا أذكياء بحيث أن تنقلون أو تشكلون في القراءة نفسها على حسب وضعكم. أوكي، في ناس ممكن يشوفون القراءة يقولون أنا مريت بهالشيء من 6 شهور، من سنة. فهني اللي قاعد أشوف أن هذا شخص مو غريب عليك، مو يطرق الباب أول مرة، لا، شخص عزمت عندك، كان في احتكاك اجتماعي قوي بينكم في السابق، بينك وبين الشريك ومع أسرة ومع أصدقاء ومجتمعين، وكنت شخص تعطيه الأمن والأمان، وثقت فيه، ما كنت معتبرة تهديد. بقول لك ليش، لأن سهل لما احنا اوريدي نتمكن في مرحلة من المراحل، أو حتى يمكن في المستقبل، راح يكون عندك جدا سيطرة قوية على الوضع، على الشريك. راح تجيك فترة ومسيطر وسيطرة تامة، فهني راح يصير عندك نوع من، ما بقول لك غرور، من تحس بالأمان ان هذا الشخص مو تهديد، عقب فترة بسيطة ترد تكتشف ان لا، هو فعلا تهديد، يمثل تهديد للعلاقة، يمثل تهديد مو بس للعلاقة، لاستقرارك مع شريكك. اوكي، 5 الخماسيات، دائما اللعبة، الأغنية، العزوفة اللي يقدمها هذا الشخص، هذا الإنسان الغير ناضج، أحس وايد عنده طاقة عدم نضج، دائما أنا محتاج، أنا ساعدوني، أنا ما أعرف شلون الإجراءات، ما عندي أموال. 5 الخماسيات طاقة المحتاج أو المشرد، ما عندي أموال، عندي مصاعب في الدراسة. يمكن يكون، أنا أتكلم هني مع شخص من برج العقرب، أحد من أهل شريكه قاعد يسوي هذه اللعبة، أحد من أبنائه قاعد يسوي هاي اللعبة، أحد من يمكن أبناء من زواج سابق. أوكي، في طاقة هني الحاجة، ويوم من الأيام أنت يمكن حتى فكرت أنه فعلا إنسان محتاج، فسمحت لشريكك أنه يساعده، ولكن ما راح يطول الموضوع قبل ما تكتشف أنه لا، ما هي إلا نفس الأغنية، نفس العزوفة، عشان يتمكن. لأن عندك هني، بقول لك، بدخل في طاقة شريكك السي سيربنت، عندك شخص، أنت تتعامل مع شخص ما يحب يرد طلب لأحد، كريم، خصوصا في العطاء، خصوصا في الوقفة، خصوصا في المساعدات الإنسانية. عندنا كرت الإمبراطور، أوكي، برج الحمل، خصوصا في المساعدات الإنسانية، ما يحب إنه يشوف شخص محتاج وما يساعده. من أهم الخطوط الحمراء عنده في حياته إنه يشوف شخص محتاج وما يساعده. قلبه جدا، يمكن هو خارجيا جاف، ولكن قلبه جدا طيب. 3 السيوف وسيفين، هنا عندنا طاقة الأبراج الهوائية. شريك في الفترة القادمة راح يكون بين نارين، نار علاقتك والمستقبل اللي يجمعك معه، ونار محاولة إرضاء ومساعدة الطرف الثالث. هي تبتدي محاولة مساعدة، تنتهي يصير في لاتشينج، التصاق، هذا خلاص يلصق نفسه بشريكك، ويبتدي يتعود ويعود انه دائما يتصل فيه، دائما يسأل عنه، دائما يكون موجود في حياته. خلاص طفيلي، اكثر طاقة
في كل القراءات العلاقات الثلاثية لحد الآن أكثر شخص كرهته، أكثر طاقة ما عجبتني هي طاقة هذا الطرف الثالث اللي طلع عندكم أنتوا في القراءة. أوكي، لأن تخيل شنو مستوى الحية بمستوى السي سيرفنت. السي سيرفنت اللي هو تقريبا حجمه مثل الديناصور، ولكن يكون عبارة عن ثعبان وفي البحر، حيوان أسطوري. الحجم ما يقارن، أصغر منه سنا هذا الشخص إذا ما كنت تعرفه، فهو شخص أصغر سنا من شريكك. تخيل مستوى البيج، الغصن الصغير، إلى مستوى الإمبراطور، يعني حتى مو ملك، إمبراطور، أصغر منه سنا من أخوانه الصغار. دائما يسوي نفسه أنه محتاج إلى مساعدته، أقل منه خبرة، عنده أطفال، عنده حاجات، وقف معاي ساعدني يا شريك برج العقرب. وبرج العقرب أحس هنيك عندك نوع من الاستياء، مضطر انك تراقب من بعيد. وفي اشياء، بما ان عندنا هنا الغشاوة في طاقة السفن، في اشياء شريكك يعرف ان المفروض ما يسويها ولكن قاعد يسويها مع هذا الشخص، قاعد يساعده، قاعد يعطيه وقت، قاعد يعطيه مساحة، وفي نفس الوقت ما قاعد يخبرك كل الحقيقة، يخبرك جزء من الحقيقة فقط. عنده الطرف الثالث Page of Wands، Strength، كارت برج الأسد، ولكن ما أحس أنه من برج الأسد. يمكن، وإذا كان من برج الأسد راح يكون من الأشخاص اللي ال vibration مالهم جدا واطي، إنسان ما عنده تقدير لذاته، لأن أي شخص عنده تقدير لذاته ما راح يسوي هاي النوع من التصرفات. يمد يده، شوف عندي مشكلة معاه، لأنه مو بس يمد يده في وقت الحاجة، يعتبر نفسه عقب فترة إنه لا حقية على حياتك وحياة شريكك. دائما ما واضح في إبداء رأيه. أوكي، خمسة السيوف، خمسة مقابل خمسة في نفس الموقع تقريبا، عندك وعند الطرف الثالث، عندك وعند الخصم. وشريكك هنا إذا بتشوف طلع له السيفين، محتار بينك وبينه. أحس إنه في الفترة القادمة ما راح يكون في حل، اوكي، ما راح يكون في تطور كبير، لان شريكك هو اللي مختار هذه طاقته، مو اختياري، طاقته انه يكون في النص، يرضيك ويرضي، ساعة عندك وساعة عنده، ساعة يتقرب منك وبعدين يرجع يبتعد عنك ويروح للطرف الثالث. ممكن يكون حتى اخ مثلا، مو شرط يعني خيانة، لا، ممكن يكون اخ، اخت، اوكي، احد من الاهل. بس بقول لك شيء، على كثر ما ان شريكك هني عنده حيوان قوي ولكن عاطفيا ضعيف، عشان كذي هم مجتمعين مع بعض. عاطفيا ضعيف ما يقدر ان يكون ناضج بما فيه الكفاية عشان يفهم لما يكون في احد، يستوعب ان في احد قاعد يستغله، يستغل العلاقة ويستغل طاقة انا محتاج عشان ساعدوني. لان اول ما الطرف الثالث اول ما يستقوي راح يفرض عضلاته عليك وعليه. أول ضربة، هاي الطاقة اللي قاعدة تجيني، أول ضربة راح تكون في راسك. يمكن هذا الشيء اوريدي صار والحين جزء من الماضي، يمكن بيك قريبا. أول ضربة، أول كلام سيء، أول معاير، أول احتقار راح يكون تجاهك أنت، صدام مباشر بينك وبينه. ولكن بعدين، خصوصا إذا خليتهم على راحتهم وابتعدت عنهم، بتشوف ان هذا راح يفتر على هذا، هذا راح يبتدي يحاول ياكل هذا، هذا راح يبتدي ينسى افضال شريكك عليه ويحاول انه في لحظة كذي، لحظة طائشة، لان هذا شخص طاقته طائشة، في لحظة طائشة راح تشوف انه ينسى كل افضال وتضحيات، حتى ضحى بعلاقتكم الشريك، او راح يضحي، راح ينسى افضاله عليه، اوكي، ويتصرف على كيفه. وهني يصير صدام، ينصدم شريكك، لأن عنده ثلاثة السيوف، ينكسر قلبه، يصدمه بقرار بتصرف جدا كبير. الاحتقار في البداية راح يكون موجه لك أنت فقط عشان يبعدكم، عشان أول مرحلة هي مرحلة فرق تسد، ثاني مرحلة مرحلة أعض اليد اللي أكلتني. من هي يد؟ يد شريكك هني عندنا. شنو اللي تقدر تسوي؟ صراحة يا برج العقرب ما عندك الكثير من الخيارات الفترة القادمة، خصوصا لما يكون شريكك مقرر انه يظل في هذه الدوامة وفي هاي اللعبة، في هاي الدائرة.
معدنية انه يخرج، يمكن راح يبتدي يخرج لما تيه الضربة. اللي قاعد احسه من الطاقة ان هاي النوع من الضربات ما تقدر تجنب شريكك هذا الموقف، لانه هو مختار انه يساعده، هو مختار انه يخلي الباب، يعطيه الامان ويخلي الباب مفتوح امان امامه، امام هذا الطرف. اوكي، الطرف الثالث اخر نقطة بذكرها عنه، عنده كارت القوة برج الاسد. بالنسبة له هذا الموضوع ليس سباق ماراثون، دائما اقول هاي الشيء، نفسه جدا طويل، نفسه جدا طويل وما يستحي حتى لو كلمته، حتى لو واجهته، حتى لو تصادمت معاه 5 مقابل 5، حتى لو وقفت اشخاص وحكمتهم وخليتهم يقررون من الصح ومن الغلط، ما احنا نقول ما راح يختشي، ما راح يختشي، لان عنده كرت المقاومة القصوى برج الاسد. الماراثون نفسه جدا راح يكون طويل، حتى لو تعب اختفى اسبوعين راح يرد، يرجع ويرجع اقوى من السابق. شفت هني شلون الافعى تعض ذيلها، شلون الافعى قاعدة تعض ذيلها، انقضاض تام، انقضاض تام على الفريسة، عدم، ما عنده يظهر اي نية بالانسحاب او بالتراجع. ما تقدر تسوي شيء في الفترة القادمة الا انك تأمل للافضل، تحاول توعي شريكك باسلوب هادئ، اوكي، لان هذا طائش، فانت تكون هادئ، اوكي، في النهاية تستوعب ان كل شخص قراره بيده. اذا هذا الشخص شريكك قرر انه يفتح له المجال، الا ما تأتيه نوع من الضربة او الصفعة، تقدر تحمي نفسك انت من الصفعة، وان كانت اتتك صفعات في السابق اي، بس ما تقدر تحمي شريكك بشكل مباشر. عزيزي برج العقرب، هذه كانت